عندنا تصريحات مهمة أدلى بها المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب المصري لقناة إكسترا نيوز مع زميلنا الإعلامي القدير محمد عبد الرحمن. وأنا بتوقف الحقيقة على كلمة قالها، قال لدينا معارضة قوية، لدينا أحزاب يمين، أحزاب يسار، أحزاب يسار الوسط، لدينا المستقلين ولدينا تنسيقية الشباب. وإنه اتكلم الحقيقة عن يعني دور هذه المعارضة وأشاد بها، وقال أنا يعني أحيانا يعني عايز أقول إن احنا يعني بنحترم الرأي والرأي الآخر، وإن أنا بطلب أحيانا من الأغلبية يعني أن تعذرني في بعض المواقف عندما تعطى الكلمة للعديد من رموز هذه المعارضة، وفي نفس الوقت أكد على احترامه لحرية الصحافة. يعني كلام الحقيقة محترم وكلام مقدر، ويعكس بالفعل حرص رئيس مجلس النواب على آفاق جديدة لمرحلة جديدة بإذن الله في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة. إلى جانب ذلك الحقيقة كان في حدث صعب جدا علينا، وهو